سؤال، أنت تزوجت وانفصلت من زواجك، صحيح. فهل الوصول إلى خط النهاية في العلاقة الأمر سهل بالنسبة لك؟ أبداً. أنت تكلمت عنها كثير بأنها صحيح. شخص بتحبه بالذات. بالضبط، من أصعب اللحظات اللي بتمرق على حدا بالحياة، وإن شاء الله ما بتصير مع حدا. يعني أنت تكوني مرحلة بناء سعيدة فيها ومبسوطة فيها، توصلي لمرحلة يكون القرار فيها هو الانفصال، مثل اللي فعلا حدا بالحياة أكل كف بلحظة، ما بتكوني مستوعبة شو اللي عم بيصير. بعدين بتوصلي لمرحلة التقبل. علم النفس بيقولوا لك بأي مشكلة بتصير بالحياة في 3-4 مراحل بيمرق فيها الكائن البشري، النكران، بعدين التقبل، الحزن، التقبل، الكذا. فأنت تخيلي تمرقي بهدول 3-4 مراحل خلال مدة قصيرة يعني. فالموضوع كان صعب على الصعيد النفسي اللي أنا على بشكل شخصي، كان صعب من كل النواحي، أنه أنا كيف بدي أتعامل مع الشكل الجديد للحياة، كيف بدي ممكن تتخطى، كيف بدي اتخطى، كيف بنفس الوقت انا عندي بنت، يعني تماما، يعني مثل اللي كان عم بيحارب على 4-5 جبهات بنفس الوقت. انت الحين في اي مرحله؟ تقبل. تقبل حقيقه، يعني خلص بتستسلمي للامر الواقع وبتتقبلي وبتضطري انك تتعاملي مع معطياته الجديده يعني.